أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ذلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا
يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العلي العظيم مومنین سے گزارش ہے جو حال میں تشریف فرمائے پلیز باہر جو تشریف فرمائے پلیز اندر حال میں تشریف لے آئے تاکہ مجلس میں وہ حصہ ڈال سکے اب میں گزارش کروں گا امیر حسین سے کہ وہ آئے اور سوز و کلام پیش کرے پر محمد والے محمد بلند تر صلوات رائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ اسے طرح گھل جاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ اسے طرح گھل جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں اپنے پہلو میں لٹا کر روز توتے کی طرح
طرح اپنے پہلو میں لٹا کر روز توتے کی طرح ایک بارہ پانچ چودہ ہم کو رٹواتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں مرتے دم بچانا پائے اگر پردیس سے مرتے دم بچانا پائے اگر پردیس سے اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں یاد آتا ہے شبِ عاشور کا کڑی الجواں یاد آتا ہے شبِ عاشور کا کڑی الجواں جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں یا جمعرات کو سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں یا جمعرات کو زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں ماشاء اللہ یہ تھے امیر حسین اب میں گزارش کروں گا اصغر حسین سے کہ وہ آئے اور سوز و کلام پیش کریں مومنین سے پھر میں درخواست کروں گا کہ وہ حال کے اندر تشریف لے آئے اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات مانوس ہوں اتنا تیرے کربل کی زمین سے مانوس ہوں اتنا تیرے
کربل کی زمین سے میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے کربل سے نجف تک ہو سفر آخری میرا کربل سے نجف تک ہو سفر آخری میرا بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا کہیں سے بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا کہیں سے مانوس ہوں اتنا تیرے کربل تیری ماٹی یہ اعجاز ہے ورنہ کربل تیری ماٹی کا یہ اعجاز ہے ورنہ ملتی نہیں خاک شفا اور کہیں سے شفا اور کہیں سے مانوس ہوں اتنا تیرے نعرہِ حیدری علی صلی اللہ صلی اللہ محمد علی محمد تیرے
بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر بھیا قاسم میرے اکبر تو کہاں ہو سارے میرے بابا کو بچا لو آ کے شیطانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ہائے زندانوں سے سلوات اب میں گزارش کروں گا علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس علیہ السلام کی مجلس سے خطاب فرمائیں بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ دردانہ تنویر بنت سید ارشاد حسین شاہ اور سید تصدق حسین نقوی ابن سید لال حسین نقوی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بس ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص وقراءة الياسين والمجلس والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدات نساء العالمين الأئمة الطيبين الطاهرين إلى روح المرحومة المغفورة دردانة تنوير بنت سيد إرشاد حسين شاه والسيد تصدق حسين نقوي ابن سيد لعل حسين نقوي اللهم اغفر ذنوبهما وارحم على احوالهما واحشرهما مع النبي واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين